لباس رياضية لحظة مغادرة ابتسام باطمة لسجن لودايا. أول تعليق لابتسام باطمة بعد خروجها من السجن. بعد اتهامها بالعنصرية، ديزيدروس يقصف صفا حبيركو. المجرد يحذر لإطلاق مجموعة مجوهرات تحمل اسم علامته التجارية. الأمير ويليام يدافع عن أسرته ويرد بشكل قاطع على الاتهام بالعنصرية. تمتعت عارضة الأزياء المغربية ابتسام باطمة يوم أمس السبت بحريتها بعد انقضاء عقوبتها الحبسية التي حكمت بها على خلفية قضية حساب حمزة منبيبية. وكان في انتظار ابتسام باطمة أثناء مغادرتها سجن الوداية بمدينة مراكش والدتها ليلى الطاسي ووالدها الفنان حميد باطمة، وظهرت وهي ترتدي لباسا رياضيا مواكبا للموضة. في سياق متصل، لم تستطع دنيا باطمة إخفاء سعادتها العارمة بقدوم هذا اليوم ومعانقتها شقيقتها عقب مضي عام بأكمله وهي خلف القضبان. وعمدت دنيا باطمة على نشر ستوري على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، جاء فيها: صباح الخير جميعا، اليوم هو أجمل يوم في حياتي. أول تعليق لابتسام باطمة بعد خروجها من السجن. حرصت عارضة الأزياء المغربية ابتسام باطمة على تقديم الشكر والامتنان لمتابعيها وجمهورها بعد تلقيها لكم من هائل من الهدايا والرسائل عقب معانقتها للحرية يوم أمس السبت وانقضاء عقوبتها السجنية. وأعادت ابتسام باطمة نشر عدد من الفيديوهات التي شاركتها شقيقتها دنيا باطمة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، ووثقت لعدد من باقات الورود التي تلقتها من طرف محبيها ومعجبيها. كما نشرت ابتسام باطمة تدوينة عبر حسابها على نفس المنصة قائلة: الحمد لله، شكرا لكم على الرسائل الزوينة، والله يسلمكم وينجيكم. بعد اتهامها بالعنصرية، ديزيدروس يقصف صفا حبيركو. خرج مغني الراب المغربي عمر السهيلي الشهير بلقب ديزيدروس يومه السبت بتدوينة قصف فيها الممثلة المغربية صفاء حبيركو واتهمها بالعنصرية. ونشر ديزيدروس تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، كتب فيها: كنحاول نتخيل الديكور من اللي بغاو يجيبو هاد السيد. وتابع قائلا: حبيبه، ما كرهتش نجيبو شي سميمر يهز لينا مظله باش ما نتبرو زوجه. وتعرضت الفنانة صفاء حبيركو وزوجها مهدي شكراد لهجوم واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب إعادة نشرهم لصور حفل عقيقة توأمها نايل وانليا. سعد المجرد يحذر لإطلاق مجموعة مجوهرات تحمل علامته التجارية. يحذر الفنان المغربي سعد المجرد لإطلاق تشكيلة مجوهرات ضمن علامته التجارية المرتقبة، وذلك بالتعاون مع مصممة المجوهرات الشهيرة ميمي ليبلون. وأعلنت المصممة مريم الأبيض في مقابلة مع برنامج إنسايدر بالعربي الذي يبث على قناة دبي أنها وضعت يدها في يد سعد المجرد لإطلاق خط مجوهرات خاص بها بعدما كان يلجأ إليها سابقا لتصميم مجوهراتها. ويظهر اهتمام سعد المجرد بالمجوهرات في الكليبات الخاصة بها وفي جلسات التصوير، إذ يلجأ لأقراط الأذن والخواتم والقلادات بكثرة. وينتظر أن يطلق سعد المجرد خط ملابس يحمل علامته التجارية SL التي أعلن سابقا تحضيره لها، مستغلا شهرته الكبيرة في استثمار تجاري. الأمير ويليام يدافع عن أسرته ويرد بشكل قاطع على الاتهام بالعنصرية.
رد الأمير ويليام شقيق الشقيق الأكبر للأمير هاري خلال مقابلة صحفية له على ما قالته دوق ساسكس ميغان ماركل حول لون بشرة الطفل، وذلك خلال مقابلة صحفية أجراها مع الصحيفة إنز، حيث أكد أنه لم يتحدث إلى هاري منذ إذاعة المقابلة لكن ينوي التحدث إليه بالطبع. الأمير ويليام أكد خلال حديثه أن العائلة المالكة ليست عائلة عنصرية إلى حد كبير، حيث وذلك خلال زيارة له لمدرسة في شرق لندن، وعند سؤاله حول مكالمة شقيقه الأمير هاري فقال: لم أفعل ذلك حتى الآن لكن أنوي مكالمته عن قريب. وكانت مقابلة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل قد أثارت جدلا واسعا حول العالم، بخاصة مع ادعاء ميغان قلق العائلة المالكة حول لون بشرة طفلها وطرح عدد من الأسئلة حول الأمر. وأوضحت ميغان أن الأسئلة طرحت على الأمير هاري وليس عليها. هذه النقطة بالتحديد دفعت العائلة المالكة للرد على المقابلة، حيث أصدرت بيان رسمي أكدت فيه على شعور العائلة بالقلق الشديد حول مزاعم العنصرية في القصر الملكي، وسيتم أخذها على محمل الجد، حيث جاء في البيان: تشعر الأسرة بأكملها بالحزن لمعرفة المدى الكامل لمدى صعوبة السنوات القليلة الماضية بالنسبة لهاري وميغان. القضايا المثارة خاصة تلك المتعلقة قبل العرق مثيرة للقلق، في حين أن بعض الذكريات قد تختلف يتم أخذها على محمل الجد وستتناولها الأسرة بشكل خاص. في حين أكد المتخصصين في شؤون القصر الملكي أن تصريح الأمير ويليام دليل على انهيار الأنظمة الصارمة في القصر حول التعامل مع الصحافة، ففي العموم يتجنب أفراد العائلة المالكة الرد على أسئلة المراسلين من هذا النوع، حتى أن بعض المراسلين يتحفظون عن طرح أسئلة على كبار شخصيات العائلة المالكة، لذلك فإن ما يحدث أمر غير عادي أبداً. وكانت ميغان ماركل قد تحدثت عن الكثير من الأمور خلال اللقاء مع الإعلامية أوبرا وينفري، حيث كان اللقاء بمثابة قنبلة نووية في القصر الملكي كما وصفه البعض، حيث هاجمت القصر وتحدثت عن المعاناة مع الاكتئاب والانتقاد الدائم لها، حتى أنها فكرت في الانتحار والموت كي يرتاح الجميع من المشاكل التي تتسبب بها. كما هاجمت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون وأكدت أنها هي من تسببت في بكائها، لكنها اعتذرت بعد ذلك وأرسلت لها باقة من الزهور، إلا أن الصحف البريطانية التي تعمدت دائما تشويه سمعتها عكست القصة، وقيل أن ميغان ماركل هي من أبكت كيت ميدلتون. بهذا الخبر نأتي لنهاية هذا الموجز، شكرا على حسن متابعتكم وإلى فيديو لاحق بإذن الله، إلى اللقاء.